أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر، هذا هو الأسبوع الرابع من الفصل الثاني في هذا الفيديو. سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، كونوا معي. أيضا سنبحث ونفكر في عمل جماعي، هنا سنحلل غلاف المسرحية ومقدمتها كما يظهر أمامكم، وكما اعتدنا في روايات وأعمال أدبية سابقة. ننتقل بعدها إلى هذا النشاط أو المهمة التي تظهر أمامكم. بعد قراءتك الصفحات من 7 إلى 50 من المسرحية، استخرج ما يأتي مع التوثيق. التوثيق هنا يكون برقم الصفحة، أسلوباً إنشائياً محدداً نوعه، نموذج سرد، نموذج حوار. إذن سنضع مثال على كل واحدة من هذه الأمور المطلوبة أو القضايا المطلوبة، ومن ثم سنوثقها برقم الصفحة. وبالطبع سنحدد عناصر المسرحية كما تعلمناها هنا. أيضا سنختار 3 كلمات لا نعرف معناها جيدا من الجزء الذي قرأناه، ونفسر المعنى مستعينين بالمعجم. بعد ذلك سنستخرج ما يدل على ما يأتي: ملامح الصفات الشخصية لهيدفيج، موثقا رقم الصفحة، ملامح صفات شخصية إكدال، الشفقة. نريد أن نضع هنا أمثلة على ذلك ونوثقها برقم الصفحة. سنتطرق إلى أمر مهم وهو أقواس السيناريو: وصف ملامح الشخصيات الخارجية، وصف المكان وموجوداته، توضيح حركات الشخصيات وسكناتها على خشبة المسرح، كشف نبرة الشخصيات ومشاعرها. هنا عزيزي الطالب، في كثير من الأحيان نحن نصادف أقواس السيناريو. تعد أقواس السيناريو من الاختيارات المهمة والبارزة والضرورية في أي عمل مسرحي، وقد لعبت هذه الأقواس دوراً مهماً وأدت وظيفة ضرورية لفهم الأحداث والشخصيات، وقد ساهمت في وصف المشاهد وبيان حركات الشخصيات وسكناتها ووصف مظاهرها الخارجية وما إلى ذلك. وبالطبع هنا لتقريب الصورة، مثلاً نقول: تخرج امرأة عجوز مغطاة تماماً بقماش رقيقة خضراء. هنا أيضاً ممكن أن تبرز نبرة الشخصيات وانفعالاتها، مثل بسرور، بجدية، بحماس. هنا لاحظوا معي أن هذه الأقواس التي تكون بعد كلمة ربما قال إكدال بحماس تبين هذا الشيء، أو بجدية أو بسرور. ومن ذلك ما كشفته المتسولة من مشاعرها تجاه المشهد الدموي في حديثها مع العريس بحماس: لا لم يمر، لكنهما قادمان من التل. لقد نجحت أقواس السيناريو في دمج المتلقي مع الحدث والشخصيات. والمطلوب هنا عزيزي الطالب أن نقوم بتحليل أقواس السيناريو، داعماً التحليل بالشواهد الملائمة. يعني هنا سنستخرج أمثلة ونوثقها ونرى كيف ساهمت هذه الأقواس، أقواس السيناريو، في توضيح معالم الشخصية أو نبرة الصوت أو الهيئة التي تحدث المتحدث فيها. قلت لكم أيضاً أنها تستطيع من خلال أقواس السيناريو أن يوضح لنا المكان وأمور كثيرة كثيرة. عزيزي الطالب، هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته ومناقشته خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الرابع من الفصل الثاني. وكما لاحظتم أننا سنعمل ونؤدي الكثير من المهمات الموجودة في الكتيب الرواية
وكتيب المسرحية. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.